اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، نتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. كابتن ناصر ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. ربنا يخليك. اولا بشكرك على صراحتك المتناهيه دائما وتعليمك، او ما بنيجي نسال حضرتك، حضرتك بتتكلم بعيدا عن الوان الفنلات ولكن بتتكلم بما يرضي ضميرك وبما يرضي قانون التحكيم. تمام كابتن اسلام، هنا قناه النادي الاهلي مش مجامله، قناه الاهلي، قناه الاهلي هي سبورت للحكام كلها ومعلومات كلها وبنتكلم احنا النهارده، يعني هنتكلم عن طاقم التحكيم كابتن اسلام، هندي الخبره وهندي الدعم للحكام، وفي نفس الوقت في حاجه مهمه جدا، بندي نصايح من خلال قناه النادي الاهلي مش بس للحكام، للاجهزه الفنيه والاداريه ولكل العناصر اللعبه، لان القانون النهارده للاسف الشديد كابتن اسلام البعض كتير مش عارف القانون. بالظبط كده، على فكره مش عيب، مدربين للاسف الشديد مش عارفين القانون، اللاعبين ما زالوا حتى الثقافه مش موجوده، وبالتالي لما تحصل مشكله تبص تلاقي الناس كل واحد بيتكلم في موضوع وفي اتجاه، ولكن خبراء التحكيم بالكامل الحقيقه. فالحمد لله، الحمد لله حضرتك كنت لك السبق في موضوع مباراه بيراميدز والنادي الاهلي، ولكن مش هسالك طبعا على ضربات الجزاء الوهميه اللي تم احتسابها امبارح، لان دي بتبقى تقديريه للتحكيم سواء في مباراه الجونه والحرس او في مباراه الاسماعيلي والزمالك، يعني ما لناش علاقه بهذا الموضوع، لكن خلينا نتكلم عن طاقم التحكيم في مباراه اليوم. كابتن البنا وكابتن عماد العقاد وكابتن احمد عبد الغني، طاقم تحكيم جيد لاداره هذه المباراه، كابتن طبعا احمد صالح حكم رابع. طبعا زي ما حضرتك اتفضلت كابتن اسلام وقلت طاقم التحكيم، بس تسمح لي لو هتكلم، بس قبل ما اتكلم في طاقم التحكيم خلينا نتكلم ان ظاهره الاسبوع اللي اتلعب واللي قبليه هي ظاهره ركلات الجزاء او مخالفات الصندوق او مشاكل الصندوق، هي الظاهره اللي بتمثل ظاهره ومشاكل الحكام عندنا، صرف النظر هم حسبوا ايه او ما حسبوش ايه، ولكن انا شايف ان في مشكله عندنا في الحكام يا كابتن اسلام، عندنا مشكله في تقدير الاخطاء داخل الصندوق. الفارق ما بين الحكم والحكم الكويس والحكم اللي مش كويس هو اللي حضرتك بتقوله ده بالظبط جوه منطقه الجزاء. ممتاز يا اسلام، وهنا انت جاي من البيت ليه؟ يعني السؤال، انا بسال سؤال، الحكم لازم يسال نفسه سؤال، هو انت جاي عشان تحسب الاخطاء خارج منطقه الجزاء ولا انت جاي عشان تحسب كل الاخطاء؟ شايف ان في هناك اخطاء للاسف الشديد تم ارتكابها من الحكام، وزي ما قلت الاخطاء المؤثره قد تؤدي الى هبوط فريق كابتن اسلام او سقوط فريق طبعًا على سلم الترتيب. بعدين مش معنى ان انت اخطات في احتساب ضربه جزاء ان انت تخطئ او تعملها مره ثانيه عشان تعوض وتبقى موازن الامور كده. يعني دي اعتقد هنا مش موجوده في التحكيم ولا دي موجوده. وهنا قناه النادي الاهلي بتتكلم في ايه يا كابتن؟ احنا مش بنطرح المشكله ونسيبها، لا احنا بنجيب حلول، بنجيب حلول، وعشان الحلول يا كابتن انا يهمني جدا ان احنا مثلا محتاجين الجمهور النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي وكل الناس، ونعمل حلقه ان شاء الله قريب شاء الله عن قوانين الفي ار، لانه مهم جدا جدا نعرف القوانين اللي بتتبع في تطبيق الفي ار خلال الفتره القادمه اذا تم تطبيقه، تبقى الناس كلها عارفه من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي. نروح ده مهم جدا لطاقم التحكيم. انا بقول النهارده البنا يا بنا من فضلك لو سمحت، انت شفت رفقائك في الاسابيع اللي فاتت عندهم مشاكل في الصندوق، من فضلك النهارده عندك الامور، احنا بديك الحلول، يعني انا بديك الحلول النهارده هتعمل ايه؟ النهارده عشان الحكم يكون قريب يا كابتن اسلام لابد نمره واحد يكون عنده زاويه رؤيه كويسه قوي، يكون عنده قرب للحدث، يكون عنده يقظه وتركيز. هقول لك المشكله ايه كمان؟ الحكام بتاخد بالشكل وليس بالتفاصيل يا كابتن اسلام، يعني حكم يبص الحلقه بالشكل فبيصفر عليها مخالفه، لا من فضلك ما تخش بالشكل، من فضلك خد بالتفاصيل، لان ايه التفاصيل هي دي مهمه جدا. طبعا يعني ايه تفاصيل؟ أيوه. يعني لما ادي مثلا اسلام رايح مهاجم رايح حضرتك بحارس المرمى، ايوه دي اصعب حالات التحكيم للحكم، حارس المرمى هل عمل تراي، خد الكوره ولا خد رجل اللاعب؟ هنا لازم الحكم يكون موجود وعنده زاويه رؤيه كويسه ويفتح لنفسه زاويه، حتى لو مش مهم موجود يفتح لنفسه زاويه مهم جدا. ليه كده؟ عشان اقدر اشوف الايد لعبت الكوره ولا خدت رجل اللاعب ولا اللاعب عمل سقوط مصطنع. ده مطلوب من الكابتن البنا النهارده. النهارده بقول لبنا من فضلك لو سمحت، يعني انت شايف الماتشات النهارده، قدم نفسك بشكل كبير انت وطاقم التحكيم المحترم، معاك عماد العقاد، معاك الحكم حمام غني، احمد عبد الغني، الحكم الرابع، الحكم الرابع احمد صالح من الاسماعيليه، طاقم تحكيم صغير وانت حكم دولي، افترض النهارده يعني عاوز تحسن الصوره الذهنيه، ترجع الثقه تاني للحكام، لان دي مهمه جدا يا كابتن اسلام، النهارده الاخطاء دايما بتقلل الثقه للحكام، فالنهارده قدم يعني اوراق اعتمادك يا بنا وانت حكم،
مش صغير، انت حكم دولي ولعبت ماتشات كبيره، فالنهارده هذه المباراه هتبقى صعبه، وانا بقول هتبقى مقفوله طبعًا. يمكن تلت طبعًا. ساعه في ربع ساعه، هي دي بقى المفروض ان الحكم النهارده يشتغل كابتن اسلام على الجزء بتاع 18، لان النهارده لو في اي حاجه كده او كده بتعمل مشكله. واتمنى ان شاء الله باذن الله اللي طاقم التحكيم بالكامل النهارده يخرج بخروج مشرف، يعمل نموذج كويس، يدي كمان الثقه للي جاي بعد كده. حضر لنا بقى موضوع قوانين الفي ار خلال الاسبوع اللي جاي، ان شاء الله نعمل حلقه تعليميه يعني ليا ولكل الناس يعني ان شاء الله. شكرا اسلام، وده طبعا تمام. شرف ان احنا نقدم الكلام ده لجمهورنا وجمهور النادي الاهلي وكل عناصر اللعبه، لان النهارده الفار خلي بالك الناس فاهمه ان الموضوع لان الفار هيحل مشاكل كتيره، لا يعني الفار ليه حاجات معينه وهنتكلم في هذه الامور. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، ان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه. شكرا جدا، وما يكونش عندنا حالات بقى نقعد نمسك في بعض فيها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير الكابتن احمد بلال، واهلا وسهلا مره اخرى للنجم الكبير كابتن تامر بدوي بيعود لقناه النادي الاهلي في تحليل المباريات، بقالنا فتره ما شفناهوش، النهارده هيكون معانا ضيف لتحليل هذه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثه من النجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن احمد بلال كابتن تامر بدوي.